أحسن الله إليكم الشيخ صالح، تسأل عن الصيغة التي نصلي بها على الرسول، هل نقول اللهم صلي على محمد أو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ كله جائز، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على محمد، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، كله جائز الحمد لله. نعم. أو كله مشروع. نعم. الحمد لله.